هاي بنات، كيف حالكم؟ شو الاخبار؟ ان شاء الله تكونوا بخير. بفيديو اليوم شايفين جمال البلاشر يا بنات، شايفين جمال البلاشر، او ماي جاد. بفيديو اليوم يا بنات راح اتكلم لكم عن ارخص وافضل بلاشرات موجوده بالعالم، انا استخدمتهم شخصيا ومتت عليهم وتكلمت معاكم عنهم كتير. طبعا البلاشرات هي البلاشرات من شي ان ماركت شي جلام. البلاشرات هذول يا بنات قد ما انا تكلمت عنهم قلت لا، ما بدي اياهم يمروا هيك مرور الكرام، انا بدي اسوي عنهم فيديو مخصص لانهم كتير بيستاهلوا، ولانه سعرهم يا بنات خرافي. 4 دولار بس، 4 دولارات يعني 17 درهم، 17 ريال سعودي. فأربع دولارات على بلاشرات بهالكواليتي بهالنوعية بهالحلاوة، فأنا قلت لازم أنه أنا أسوي فيديو مخصص بالشانل عشان البنات يشوفوه، عشان فعلا أنا بدي إياكم تجربوا هدول البلاشرز، خصوصا إذا أنتوا كنتوا من عاشقي البلاشر نفسي بحب، وخصوصا البلاشرات الليكويد لأنه أنا ما بكون حاطة فاونديشن، فإذا بدي أحط بلاشر باودر حيطير يعني من أول طلعة حيطير. وبنفس الوقت يا بنات بفيديو اليوم رح أعلمكم عن طريقة وضع البلاشرز المناسبة لكل وجه، لكل شكل وجه، يعني الوجه الطويل، الوجه الدائري، البيضاوي، المربع او المستطيل. فخلينا نبلش بالفيديو على طول. بس قبل ما ابلش بنات بس بدي اخبركم انه كل البرودكتس اللي تكلمت عنها اليوم موجوده بموقع شي ان، اللينك تبعهم تحت بالديسكربشن بوكس. طبعا اكيد 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 عندي كود خصم، كود الخصم موجود بالفيديو على الشاشه، اذا بدكم تشتروا اي شيء من هناك استخدموه لانه راح يخصم لكم مبلغ كثير منيح. ويلا خلينا نبلش الفيديو على طول. البلاشرات هم بلاشرات شي ان، طبعا هو بموقع شي ان بس البراند تبعت هدول البلاشرات او الشركه او الماركه اسمها شي جلام. دائما بقولكم ركزوا لما تشتروا ميك اب من شي ان انه تاخذوا البرودكتس اللي مكتوب عليها شي جلام فقط، هم هدول اللي انا مجربتهم وبنصح فيهم وبحبهم. هلا خليني افرجيكم درجات كل لون من هدول الالوان. اوكي رح ابدا افرجيكم هلا اول لون بالمجموعه. اول لون هو اورجازم، هذا اللون من شي جلام يعتبر لون وردي فاتح بيبي بينك، كتير اللون ناعم وكتير حلو. اول ما نفتحه بنلاقي هاي الاسفنجة، بتكون فيها كمية منيحة من البرودكتس، كتير بتكون ناعمة على البشرة، ناخدها على طول وبنحطها مباشرة على البشرة. شايفين لون درجة اورجازم، كتير كتير ناعم وكتير بجنن، كتير خفيف، لونه وردي فاتح، لونه زي لون الباربي، فاهمين؟ وفي شوية لمعة او شمر لو ملاحظينها، شايفينها؟ كتير خفيف. اللون اللي بعده هو دولتشي فيتا، اللون هذا يعتبر مناسب اكثر للبنات اللي بشرتهم سمراء لانه هو يعتبر اغمق بشوي من الالوان التانية اللي في المجموعة. بس بنات صدقوني هذا اللون خرافي خرافي خرافي، خصوصا لو انت سمراء لازم تجربيه. اول ما نطلع الاسفنجة شايفين ببين عندكم اللون بشكل اوضح، بنيجي وبنحطه على البشرة مباشرة، شايفين كيف اللون جاي أورنج على وردي على بني شوي، بس ندمجه اللون بصير مخملي وشكله كتير كتير حلو. أكتر شي بحبه ببلاشراتهم إنهم خفيفين، مش من النوع اللي بيلغوا اللون اللي تحت البلاشر، يعني بيندمجوا مع لون البشرة بشكل كتير حلو. اللون اللي بعده هو لون لاستر، لون لاستر هذا يعتبر لون برتقالي فاتح، هذا يعتبر افتح واحد فيهم كلياتهم. البنات اللي بيكونوا حاطين تانو هيك كتير بيلبق لهم، شايفين لونه من على الاسفنجة برتقالي فاتح، بنحطه مباشرة على البشرة، اظن وضح اللون عندكم اكتر، وبندمجه لون جدا طبيعي وجدا ناعم، وكمان بنفس الوقت بيعطي شوية لمعة للبشرة وجلو كتير كتير حلوة. اخر لون في المجموعة اللي هو توريد، هذا اللون هو المفضل بالنسبة لي، هو يعتبر وردي على برتقالي على احمر، اللون درجته كتير كتير حلوة، وبنفس الوقت الهايلايت اللي فيه انا بحسه كتير كتير حلو، بيبرز الخدود بطريقة بتجنن، وبنفس الوقت كتير خفيف وطبيعي على البشرة وبيعطيكم لون ناتشرال. وهون حطيت لكم الاربع الوان جنب بعض. راح احاول انه انا احط كل الدرجات على وجهي وبعديها بدي اغطيهم بفاونديشن عشان الدرجه اللي من قبل ما تغطي على الدرجه اللي راح احطها. لازم اول شيء تخضوها منيح. سامعين هذا الصوت؟ في جوا زي كره، سامعين؟ بتخلط لكم البرودكت كتير كتير منيح. من اكثر الاشياء اللي انا بحبها كمان بالبلاشرات تبعت شي جلام الاسفنجه هاي اللي هون، شايفين الاسفنجه هاي؟ هاي الاسفنجه بتسهل انه نحن على طول دايركتلي من العلبه لخدودنا، ما في داعي انه نحن نسوي مثلا نضغط بعدها تيجي على ايدنا بعدها على خدودنا، لا
هاي على طول دايركتلي من العلبة لخدنا، أوكي، وهي كتير كتير طرية ناعمة يعني. أوكي، أول درجة اللي هي درجة أورغازم، هاي الدرجة عبارة عن هيك بيبي بينك، دائما لما أحطها بحس إنه أنا باربي. كتير كتير ناعمة الدرجة وكتير حلوة. خليني أحطها وأفرجيكم، شايفين ما أحلى اللون؟ أوكي، أستخدم براش نفس هيك عشان أوزعه. شوفوا اللون، شوفوا قديش هو بيجمنتد، قديش واضح، قديش ناعم. شوفوا ما أحلى، فعلا فعلا باربي يعني، فعلا شوفوا ما أنعمه وما أحلى. أوكي، شوفوا يا بنات، هذا أول بلاشر من شي غلام رهيب. كمان من أكتر الأشياء اللي أنا بحبهم ببلاشرز شي غلام إنه هما برضو فيهم شوية هيك شمر، يعني لما تطلعوا هيك مثلا، شوفوا أنا بدي أخلي وجهي هيك، بتشوفوا إنه في شوية لمعة فبتبرز لكم الخدود بزيادة. يعني هو بلاشر وبنفس الوقت شوي فيه هايلايت فبيبرز لكم الخدود. كتير 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 بيشبه لدرجة أورغازم من نارس. شايفين بنات الطريقة اللي أنا حطيت فيها هاي البلاشر، كيف إنه أنا ركزت البلاشر هون بالنص. هاي الطريقة شو بتسوي؟ بتبرز لنا الخدود أكتر، كتير مناسب للبنات اللي وجههم طويل. أنا وجهي طويل، لما أجي أحط البلاشر بحط البلاشر هون على خدودي علشان خدودي تبرز أكتر وتعطي شوي امتلاء لوجهي، فاهمين؟ هلأ بدي أرجع أجيب الفاونديشن تبعي وبدي أحطه هون هون، نتفي شوي عشان أغطي اللون هذا عشان نروح على اللون اللي بعده. اوكي، هلا بدنا نجي على اللون اللي بعده. اللون اللي بعده هو دولتشي فيتا. هذا اللون مناسب اكثر للبنات اللي بشرتهم شوي سمراء، اللون غامق شوي بس صراحه انا كثير كثير بحبه. برضه نفس الشيء بدنا نرجهم كثير كثير منيح بهالشكل. وهلا بدي افرجيكم كيف نحن فينا نطبق البلاشر للوجه العريض عشان نرفعه نسحبه زي هيك. شو بنسوي؟ بنجيب البلاشر بهالطريقة، بديكم كمان تركزوا على اللون وأنا قاعدة عم بسوي، وبنجي وبنحط البلاشر هون بهالطريقة. لما أنا أجي وأدمج البلاشر ما بوصله لهون، لا هيك، شايفين؟ هيك أنا برفع وجهي أكتر. شوفوا ما أحلى اللون. طبعا هاي الطريقة كتير مناسبة للبنات اللي بدهم يرفعوا وجههم بهالطريقة، يرفعوا خدودهم يعني. شوفوا كيف أعطت إيحاء إنه أنا وجهي طول وضعف بزيادة وبنفس الوقت خدودي انرفعت لفوق. هلأ تعالوا نتكلم شوي عن اللون. شوفوا ما أحلى اللون، شوفوا هذا اللون مخملي. لو أنت شوي سمرة جيبي هذا اللون، لازم تجيبيه، رح تموتي عليه. هلا بدنا نجي على اللون اللي بعده اللي هو لاستر. هذا اللون جاي شوي على اورنج، نرجو طبعا. هلا بدي افرجيكم طريقه وضع البلاشر للوجه الدائري. الوجه الدائري طبعا بيكون دائري نفس هيك، ما في هاي الكسره تبعت الخدود، فلما نحن نجي نحط البلاشر شو بدنا نسوي؟ بدنا نحطه هون فوق البرونزر على طول او فوق الكونتور على طول، شايفين بهالشكل؟ سامعين صوت الفلينه او الاسفنجه؟ سوري، سامعين؟ هستخدم براش تانية. شوفوا بنات، هاد البلاشر جاي على اورنج شوي فبينفع البنات الحنطيات، بيعطيهم هيك زي بيتشي لوك، بيطلع كتير حلو وناعم. وبنفس الوقت ممكن تستخدموه وانتو سوين تان، بيطلع خرافي. اوكي، شايفين؟ بتحطوا البلاشر بهالطريقة فوق الكونتور على طول. يعني انتو طبعا وجهكم دائري بدكم تسووا كونتور بهالشكل على اساس تطولوا شوي، بتحطوا البلاشر فوق الكونتور على طول بهالطريقة، بنحف لكم من هون، بعطيكم هاي، بدخل لكم وجهكم شوي. هذا هو اللون الثالث من البلاشر. انا ما بحس انه بيلبق لي كثير، يمكن لانه انا ما بيلبق لي الاورنجز ولانه يمكن بيكون احلى على السمر، بس بشكل عام شوفوا ما احلى وكيف بيندمج بسرعة مع البشرة، ما بيحتاج اي مجهود او اي انه انت تقعدي تشدي على حالك وكذا، بكل سهوله بيندمج وبضل ثابت يا بنات بشكل انتم مش متخيلينه. يعني انا بحطه الصبح بضل عادي طول الطلعه، برجع بلاقي لساته موجود على خدودي، وهذا الشيء مش بكل البلاشرز موجود. يعني معروف البلاشر اكثر شيء بيطير من الوجه، فبالعاده حتى لما انت تكوني طالعه وكذا لازم يكون بشنطه ايدك بلاشر عشان كل شوي ترجع تزيدي عليه لانه بيختفي. هذول البلاشرات لا،
هلا بدنا نجي على اخر واحلى لون بلاشر بالنسبه لإلي انا. هذا اللون هو المفضل عندي، اللون اللي انا بموت عليه، اللي دائما بستخدمه بالفيديوز تبعوني، دائما بستخدمه بحياتي الطبيعيه، اللي هو توريد. هذا اللون بعشقه وبحسه اكثر لون مناسب لإلي فعلا، واكثر لون نفسه انا بحب. هلا بدنا نجي للوجه المربع او المستطيل. الوجه المستطيل شو اللي بتكون عرض الجبهه نفس تقريبا عرض الفكين. شو بدنا نسوي؟ بدنا نجيب وبدنا نحط بشكل عرضي بهالشكل هيك. كتير بتشبه للوجه الطويل بالطول او الوجه البيضاوي. بجيب هلا البراش وبدمج لجوا بهالشكل، بخلي بالعرض، كل شيء بالعرض. شوفوا ما احلى لون هذا البلاشر، شوفوا لا بتعرفوا هو بينك ولا هو اورنج ولا هو احمر، وبنفس الوقت اللمعه اللي فيه، شوفوا ما احلى اللمعه اللي فيه، عطى جلو لوجهي. يعني في بلاشرات بس تحطوها على الوجه بتلاقوا انه الوجه خلص انقتل، هذا شوف عطى لمعه لوجهي، عطى جلو. وبحط شوي على انفي انا مع انه هذا خلص اخر بلاشر، فبهالشكل شوفوا الجمال، شوفوا جمال هالبلاشر، رهيب 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 رهيب. هلا خليني احكي لكم شو اكثر شيء كمان بيميز هدول البلاشرز عن غيرهم. اول شيء بتعرفوا انتم البلاشرز العاديه اللي هي الباودر بتكون كيكي شوي، ممكن انه هي تكتل شوي، تعطيكم مثلا هيك شعور انه انتم وجهكم ناشف. البلاشرات هدول لانهم هم سائلين فلا بتلاقوا انه هم بيندمجوا بكل سهوله يعني بكل بساطه مع الفاونديشن، كثير خفاف، ما بتحسوا ابدا انه وجهكم بينخنق منهم، ما انهم هم مثلا بيلغوا اللون اللي تحت البشره. في بلاشرات كمان بيكونوا كتير بيجمنتد وكتير قوايا، فلدرجة انه انت مثلا بتحطيهم على هون على ايدك خلص ايدك هذا اللون بيختفي بصير بس كله احمر. هاد لا، هذا بيندمج بشكل كتير كتير حلو مع لون البشرة، بيعطيكم نتيجة بتجنن وسهل بالدمج عشان هيك على فكرة. وبس يا بنات، هذا هو كان فيديو اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم، ان شاء الله تكونوا استفدتوا منه. طبعا اكواد البرودكت هاي كلياتها موجودة بالفيديو طول ما انتو ماشيين وعم تشوفوه. اذا حابين تطلبوا اي برودكت من هدول البرودكتس لينك شي ان موجود تحت، تدخلوا بتنزلوا الابليكيشن او بتروحوا على الويب سايت وبتحطوا كود الخصم لا تنسوا. وبس والله يا بنات، هذا هو كان فيديو اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم وان شاء الله تكونوا استفدتوا منه. لو عجبكم لا تنسوا تسووا لايك وسبسكرايب وكومنت، وبحبكم قد الدنيا. يلا.